توقعات برج القوس الأحد 21 فبراير 2021. يطرأ اليوم ما يوتر الأجواء قليلا، وهذا يعني أن هناك مشكلة تواجهك عند تحقيق بعض الإنجازات. من الضروري إعادة النظر في بعض التفاصيل. ستظل في وضع انتظار جواب أو رد على طلب أو اقتراح تقدمت به للشريك. تشعر بتوتر في الأعصاب، حاول الاسترخاء أو خفف عنك الضغط قليلا في العمل. عاطفيا، الكثير من الموضوعات المهمة التي تناقشها مع الحبيب اليوم. استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك. مهنيا، اختر الزملاء بالطريقة الصحيحة وابتعد عما يسبب لك الانزعاج ويعكر صفو تفكيرك في العمل. صحيا، استعذ عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية، وخصوصا تلك الغنية بالمعادن.